بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: باب الإهلاء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن، فإن وقت بدون 4 أشهر أو بها اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. قال الشارح عفى الله عنه: قوله باب الإهلاء. الإهلاء في اللغة الحلف، وفي الشرع هو الحلف على ترك وطء زوجته، والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله: أن يحلف الزوج من جميع النساء وبعضهن لا يقربهن، هذا تعريف شرعا كما تقدم. قوله: لا يقربهن، أي يكون الحلف في ترك المواقعة، فإن حلف على غير ذلك فليس من الإيلاء. قوله: فإن وقت بدون 4 أشهر أو بها اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، أي فإن حلف أن لا يفعل ذلك مدة شهر أو شهرين له أن يفي بيمينه، وله أن يرجع ويكفر كفارة يمين، وهذا أفضل. لحديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ويجوز له أن يستمر في ذلك. قوله: إن وقت بأكثر منها، أي أكثر من 4 أشهر، كأن يحلف ألا يقربها 6 أشهر أو سنة. فالحكم أنه إن لم يرجع بنفسه قبل 4 أشهر يوقف بعد 4 أشهر، ويستدعيه الحاكم بعد 4 أشهر، ويخيره بين أن يرجع لامرأته ويكفر عن يمينه أو يطلق بعد 4 أشهر، لقول الله تعالى: للذين يؤلون، أي يحلفون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي يتربص بهم 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والفيء بأن يراجع امرأته، كفر عن يمينه، ويواقع امرأته، يعاشرها بالمعروف. فالفيئة هي الجماع في هذا الموضع. إذن من أطلق اليمين أن لا يقرب امرأته أو حدد لها أكثر من 4 أشهر فالأفضل له أن يكفر عن يمينه ويرجع قبل 4 أشهر، لكن إذا استمر فبعد مضي 4 أشهر يوقفه القاضي ويخيره بين أن يرجع إلى امرأته ويعاشر بالمعروف أو يطلق. والفيئة المقصود بها الرجوع إلى المواقعة. وهذا أمر واضح، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتربص 4 أشهر، هذا إذا أحب أن يستمر على يمينه، وإلا فالأفضل أن يراجع قبل ذلك وأن يرجع عن يمينه ويكفر قبل 4 أشهر. لكن إن أصر فبعد 4 أشهر يوقفه القاضي، يوقف إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا، إما أن تفيء وإما أن تطلق. قوله: وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق،
أكثر العلماء على أنه يخير ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق بنفسه، وعلى هذا فتوى عامة الصحابة ومن بعدهم. وقال بعضهم يقع عليه الطلاق قبل أن يتلفظ، لقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والآية دليل عليهم بقوله: وإن عزموا، فإن العزم يدل على نعم على أنه لا يقع عليه حتى يطلق. إذن الصحيح القول الأول، والآية دليل للقول الأول. لعلها سقطتنا، والصحيح ما تقدم لقول الله تعالى. قال بعضهم يقع الطلاق قبل أن يتلفظ يكتب بعدها، والصحيح قول الجمهور لقول الله تعالى. الآية دليل للمذهب الأول. والصحيح قول الجمهور لقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فالعزم يدل على عدم وقوعه إلا بعد أن يطلق. مسألة: هل الفيء مجرد قوله رجعت أم لا بد من الجماع؟ قال: الفيء المراد به الجماع على قول الجمهور، لأنه حلف على ترك الجماع، فالمقصود بالفيء الرجوع عما حلف على تركه، لأن الحكم الخاص بالإيلاء أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر، وهو في حق من حلف مطلقا أو وقت بأكثر من أربعة أشهر. من حلف على الترك أقل من ذلك فليس بإيلاء، هو إيلاء من حيث اللغة، فليس بإيلاء وهو إيلاء من حيث اللغة. والمقصود بهذه العبارة هو إيلاء من حيث اللغة وليس بإيلاء. عندك محمد؟ شرعا لا يدخل في حكم الآية، لأنه حلف بأقل من أربعة أشهر، والآية في حق من حلف بأكثر من ذلك، ولا يوقف إلا في حق من حلف في أكثر من ذلك، لقوله: تربص أربعة أشهر، وهذا ما حلف إلا على شهر أو على شهرين. إذا من حيث المعنى اللغوي هو إيلاء. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فاعتزلهن شهرا كاملا كما في الصحيحين عن عدد من الصحابة. فإذا طيب وهو ليس بإيلاء من حيث الحكم الشرعي، وهو إيلاء من حيث المعنى اللغوي، لأن اليمين يطلق عليه آلية من حيث اللغة ومن حيث الإيلاء الشرعي الذي جعل الله له حكما خاصا، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. نقصت الآية فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الإيلاء الذي له هذا الحكم الخاص هو في حق من حلف مطلقا أو بأكثر من أربعة أشهر، ومن كان دون ذلك فهو يمين. وقد حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقرب نساءه شهرا، واعتزلهن شهرا عليه الصلاة والسلام تأديبا لهن لما حصل من الإكثار عليه من سؤال النفقة، وكذلك التظاهر عليه ببعض ما حصل. الخلاصة من ذلك: من حلف أن لا يقرب امرأته لمدة أقل من أربعة أشهر له أن يترك حتى تنتهي المدة، والأفضل أن يترك الإيلاء ويكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وأطلق مثلا بسنة أو أكثر يتربص به تمام أربعة أشهر، فإن لم يرجع ألزمه القاضي إما أن يرجع أو يطلق، وإذا فاف عليه الكفارة. إذا فاء عليه كفارة يمينه لا شك في ذلك، وإن طلق فإن الله سميع عليم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.